لازم نأمن الشمال من الحملات الأشورية ومحاولاتهم لاسترجاع سيطرتهم على الدلتا. ولسه الجنوب، لازم خطة محكمة للهجوم والتخلص منهم بالتدريج، وكل أرض نرجعها نأمنها ونكمل طريقنا للأرض اللي بعدها. وليه الحرب أساساً؟ ها؟ ها؟ انت مين؟ اظهر قدامي فوراً. اديني الأمان. اديتك الأمان، اخرج وريني انت مين. طفل؟ ملامحك شكلنا، بس هيئتك غريبة. قول اللي عندك. أولاً أحب أشكرك إنك رجعت كيمت لأصحابها وسيطرت على الدلتا وطاردت الأشوريين والأمراء الخونة زي ما النبوءة قالت. وإنت تعرف النبوءة منين؟ ده موضوع كبير وشرحه يطول، وعندي الأهم عشان أحكيه يا مولاي. إيه اللي عندك وعاوز تقوله؟ حاكم طيبة الكوشي، الحاكم منتم حات ماله؟ سهل يسلم جنوب البلاد من غير حرب بالسلام. دي خدعة سهلة قوي، انت رسول من عنده. انت اديتني الامان. طب كمل. اكتب رسالة الحاكم طيبة الكوشي واطلب منه تعيين بنتك نيتو كريس ولية عهد له ولزوجته، وشوف هيوافق ولا هيرفض. بنتي نيتو كريس؟ ايوة يا مولاي، دي هتبقى فرصة بتديها لهم عشان يفكروا في السلام والانسحاب بهدوء من كيمت. وايه اللي يضمن سلامة بنتي؟ الحاكم منتم حات نفسه يا مولاي هيضمن سلامتها. ازاي؟ لان ده بالنسبة له خروج امن وتدريجي من مصر، وهو على علم انك مجهز جيشك لدخول الجنوب والوصول اليه. وايه اللي يمنعه من المواجهة؟ جيشه ضعيف وما عندوش القدرة لمواجهتك. يعني لو رفض خطتك العسكرية هتكمل وهتحاربه وتقضي على الكوشيين، ولو وافق هتبقى حافظت على ارواح كتير من الموت ووحدت الشمال والجنوب بدون حروب. كنت منتظر التصرف ده من ملك ذكي زي